خلينا بقى دلوقتي ننتقل لسكايب، وهيكون من خلال السكايب معانا الاستاذ محمد همام الناقد الرياضي، وهنقرا ابرز عناوين الصحف اللي معانا. يا استاذ محمد بونجور، كل سنه وانت طيب يا رب. صباح الخير على حضرتك يا استاذ نهاوند، كل سنه وحضرتك طيبه، وصباح الخير على الساده مشاهدين قناه النادي الاهلي. بص، احنا معانا اخبار كتيره، بس انا هروح معاك قبل ما نبدا اخبارنا والمانشيتات اللي معانا سريعا، لان كان معانا الناقد الرياضي ادهم الشرقاوي من السعوديه، واتكلمت معاه في موضوع انتقال كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي. هو تحدث كمان عن صفقات اخرى ربما تنضم للنادي، ومنها راموس على سبيل المثال. خليني اخد منك تعقيب سريع، لان ده زي ما بيتقال موضوع الساعه حاليا. شايف هذا الانتقال وهذه الصفقه للجانب السعودي ولجانب كريستيانو ازاي؟ اتفضل استاذ محمد. طبعا صفقة مهمة طبعا للكرة السعودية، نادي النصر أبرم صفقة تاريخية، تعاقد مع كريستيانو طبعا حدث مهم كبير جدا. يعني احنا بنتكلم ان احنا يعني في تقديمه هيكون في 30 ألف متفرج في ملعب مرسول بارك. كمان احنا بنتكلم على ان يعني مش هتكون الصفقة الوحيدة بالنسبة لنادي النصر او الكرة السعودية. نادي الهلال بيستعد برضه لابرام صفقه تاريخيه برضه، لكن الاشاعات كتير بالنسبه للصفقه اللي هم عاوزين يبرموها. لو هنتكلم على نادي النصر بالتحديد، يعني كان في تقارير خرجت من صحيفه فاز قالت ان في اجتماع هيكون ما بين رودي جارسيا وما بين رونالدو للحديث عن الصفقات اللي جايه. هو واضح ان صفقه رونالدو مش هتكون الصفقه الوحيده بالنسبه للفريق النصر. ده تخطيط للمستقبل، مش تفكير في يوم واحد بس او تفكير في موسم او موسمين، تفكير لتنظيم كاس عالم 2030. فبالتاكيد ان يعني الاستعدادات مش هتكون على صفقه رونالدو او تفكير في رونالدو بس. حتى ده يعني خروج تصريح رسمي من وزاره الرياضه هناك، وقالت ان احنا هندعم الانديه، بقيه الانديه السعوديه، مش هنكتفي بالنصر او الهلال فقط. رائع جدا، نتمنى الافضل كمان، لان احنا محتاجين اختلاف شويه كمان. لو هنتكلم الكره العربيه تحديدا، اعتقد احنا محتاجين ثوره فعلا في هذه او هذا الامر، لان احنا شفنا، احنا نقدر يعني، شفنا دلوقتي المغرب متقدمه ازاي، بنشوف السعوديه بيحصل بصراحه طفره رائعه. نتمنى في مصر كمان المستوى يبقى افضل من كده، والمنتخب بتاعنا ياخد فرص افضل من كده، لانه يستحق. الجماهير اللي بالملايين دي كمان تستحق ان هي تفرح بمنتخبها. ما اعتقدش ان احنا عندنا مشكله في فنيات او في كوادر، لكن ما مش عارفه بصراحه الازمه فين. ده السؤال اللي احنا لسه ما لقينالوش اجابه يعني. خلينا نروح بقى في الصحف المختلفه، ونبدا معاك استاذ محمد بين جريده الشروق. الشروق العنوان كالتالي: صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع امام برينفورد بالدوري الانجليزي. طيب، بالنسبه للتوبيك ده او المانشيت ده، انا سؤالي هنا، هل بنتكلم مثلا ان ليفربول بعد فكره عودته من كاس العالم، كمان هو كان متالق جدا وحقق فوزين في الدوري، هل بتعتقد ان هو ممكن يستمر بهذا المنوال مثلا من خلال كمان الموسم الجديد؟ اتفضل. مباراة صعبة طبعا على ليفربول بالليل، خصوصا برينتفورد اللي الموسم ده نتائجه مع كبار البريمير ليج كانت نتائج يعني مفاجأة. يعني احنا بنتكلم ان هم كسبوا مانشستر سيتي على ملعب مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، كسبوا مانشستر يونايتد بالأربعة. مباراة صعبة على ليفربول، برينتفورد من الفرق اللي يعني قدام الكبار بيعملوا أداء كبير جدا. برينتفورد حتى في الجولة الأخيرة كسبوا ويست هام على ملعبهم. ليفربول بيعاني من اصابات كبيره جدا في سواء في خط الوسط او في الهجوم. الخيارات محدوده جدا عند يورجن كلوب، فبالتاكيد ان التفكير يعني هيكون اكيد طبعا عند ليفربول الفوز فقط، خصوصا ما فيش فرصه في التفريط في نقط جديده. احنا حتى بنتكلم ان يعني ليفربول بيحاول دلوقتي يقرب حتى ما بين الاربعه الكبار. فوز ليفربول النهارده هيقرب من مانشستر يونايتد في المركز الرابع، خصوصا بعد تعثر توتنهام امبارح. برضو يعني في نفس الوقت في الفرق من يعني من ورا ليفربول، سواء كان تشيلسي او برينفورد حتى او برايتون او يعني بنتكلم ان في اكتر من فرقه ممكن تجيب ليفربول لو حال تعثرها. فاكيد اكيد اكيد يعني لازم هيكون على كلوب وعلى اللعيبه تفكيرهم على الفوز النهارده بس. يعني انا بتفق معاك بصراحه، وده بيزعلنا شويه، لان طبعا ليفربول له عشاق كتير جدا كمان من الوطن العربي ومصر تحديدا، ف
الواحد يتمنى الافضل اكيد لهذا النادي. خلينا نروح معاك في الجول، المانشيت برضو بيتكلم او بيتحدث عن مبابي وحده لا يكفي، باريس سان جيرمان بيتجرع الهزيمه الاولى على يد ملاحقه في غياب ميسي ونيمار، وده برضو امر شويه غريب. يعني لما هنيجي نتكلم عن باريس سان جيرمان تحديدا، طبعا هو بيجمع نجوم كتيره جدا، بس هل فكره فعلا غياب هنا ميسي، غياب نيمار، غياب الاثنين معا في نفس الوقت له تاثير كبير جدا بهذا الشكل؟ ان انت بتتكلم يعني كمان في المباراه هنا لقائه مع لانس اللي خسروا 3-1، هل كل ده بسبب غياب نيمار او بسبب غياب ميسي؟ هل فعلا مبابي غير كافي؟ هل المفروض يكون في تدعيمات اكتر كمان لباريس سان جيرمان؟ يعني الوضع غير مفهوم شويه مع هذا النادي. وارد ان احنا لو وارد باريس او اي فريق تعرض للخساره، لو احنا هنتكلم على باريس بالتحديد يعني هتكون مشكله كبيره. لو احنا هنقول ان احنا الفرقه هتعتمد على ميسي او هتعتمد على نيمار، لازم هويه الفرق الكبيره بتعتمد على اكتر من لاعب او اسلوب بالظبط جماعي. طبعا امبابي طبعا يعني قوه كبيره ونقطه مهمه جدا، او يعني لعيب كبير جدا في تشكيله باريس سان جيرمان. لكن لو احنا زي ما انا ذكرت، لازم يعني يكون من هويه الفرق الكبيره اعتماد على هويه بالفريق جماعي. احنا مثلا ذكرنا يعني مثلا ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، فخساره طبعا مفاجاه. لكن بالحريص على لانس بيقدم موسم رائع جدا. لانس يعني بيلاحق باريس سان جيرمان على صدارة الدوري الفرنسي، فارق حوالي 4 نقط، ودي خسارة أولى بالظبط لباريس بالظبط فترة الموسم الحالي. ممكن نتكلم على إن الدوري الفرنسي يعتبر إن باريس بيحسمه يعني بشكل كبير بوضع فارق الإمكانيات الكبيرة ما بينه وما بين بقية الأندية الفرنسية. لكن هنشوف الفترة اللي جاية، خصوصا إن تفكير باريس يعني الموسم الحالي بيكون أكبر وأساسي هو دورة الأوروبا. انا من بدايه ومع الصفقات، انا طبعا باريس سان جيرمان من الانديه كلنا عارفين طبعا المتالقه جدا وفي الدوري الفرنسي وغيره، لكن برضو بيبقى هنا في علامات استفهام لو تتفق معايا استاذ محمد. فكره هنا هذا النادي ليس النادي النجم الاوحد، فلما انا ما عنديش نجم اوحد، انا عندي مجموعه من النجوم، فلما يغيب البعض منهم او واحد منهم او اتنين منهم ويبقى المستوى بهذا الشكل، انا مش بتكلم بس على هذه الخساره، طبعا اي نادي معرض للخساره، لكن الخساره مع اداء ما كانش ابدا جيد، يعني احنا شفنا المباراه ما كانش فيه اداء جيد ابدا، فده اللي كان عليه علامه استفهام شويه، لو حضرتك فاهم النقطه اللي بتكلم فيها. صحيح، هو يعني باريس لسه يعني بعد عودة المنافسات، كان يعني المباراة الأخيرة قبل لانس يكسب قدام ستراسبورغ يعني بصعوبة. واضح إن باريس لسه الفريق برضه يعني ما رجعش لنفس المستوى بالظبط اللي عليه كان قبل كأس العالم. ممكن الوضع يكون متغير شوية يعني الفترة الأخيرة مع فترة قبل المونديال. هنشوف الفترة اللي جاية الشكل هيكون عامل ازاي. لكن بالنسبة لي باريس، لو هنتكلم على الدوري الفرنسي، فباريس شبه هو طبعا يعني طبعا احسن دوري فرنسي. لكن يعني هو الفكرة ان احنا لازم في وجود مبابي، وجود نيمار، وجود ميسي، فريق زي ده لازم ينافس على دوري ابطال اوروبا. هنروح ليلا كورة، والمانشيت بيتكلم عن قبل قمة مانشستر سيتي، تشيلسي بيتعثر أمام نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي. طيب لو احنا اتكلمنا هنا أو يعني اتكلمنا بالتفصيل في كل شق في المانشيت، هنقول مانشستر سيتي مثلا هو اتعادل، تشيلسي أيضا هنا اتعادل، طيب فكرة هنا بقى الكفة أرجح لمين، أو مين اللي قادر على الفوز في هذه القمة ولازم يطلق عليها أكيد قمة برضه؟ في البداية مانشستر سيتي مع مباراة ايفرتون يعني خسر نقطتين، وكان يعتبر قاب قوسين او ادنى كسبان المباراة لولا غلطة دفاعية وهدف ايفرتون. مانشستر سيتي يعتبر يعني من اقوى الفرق في البريمير ليج الموسم ده. صحيح ان هو فقد نقط سهلة او كانت في المتناول. لو هنتكلم على مباراة مانشستر تشيلسي، الكفة طبعا اي حد هيقول بنسبة كبيرة لمانشستر، لكن احنا بنتكلم على بريمير ليج، مفيش اي يعني اي توقع برضو ممكن يكون في اي مفاجأة ممكن تحصل، خصوصا ان تشيلسي الموسم ده برضو يعني لازم يعني بالنظر للامكانيات وبالنظر للصفقات الضخمة اللي اقدمتها الإدارة الجديدة، فالنادي تفكيره ان هو عاوز يرجع للبطولات. وبرضو بنتكلم على تشيلسي مركز ثامن، طبعا الوضع لا يليق صحيح بتشيلسي وب
تاريخ تشيلسي، فاكيد تفكيرهم هم عاوزين يعدلوا الوضع وعاوزين يرجعوا على الاقل على الاقل ان هم يكونوا ما بين الاربعه ويرجعوا ينافسوا على يدخل على منافسات دوري ابطال اوروبا. مباراه صعبه على مانشستر سيتي، خصوصا انت يعني ما فيش فرصه برضه في تفريط في اي نقط، خصوصا ان الجوله دي تعتبر جوله كانت خدمت لارسنال. لو هنتكلم على الوضع الاربعه الكبار او الاربعه الاوائل، نتكلم على ارسنال هو الوحيد المستفيد مع مانشستر يونايتد، خصوصا مع تعثر مانشستر سيتي، تعثر نيوكاسل وتعثر توتنهام. أستاذ محمد همام الناقد الرياضي، أنا بشكرك جدا على هذه القراءة للأخبار والمنشطات المختلفة، شكرا لك. طيب.